أشعر بالفخر، فقد أصبحنا كما أردت لهن قويات جسديا ونفسيا. هذا ما قالته المدربة نظيفة قاسم، فهي تدرب الفتيات والشابات الأيزيديات على الملاكمة للترويح عن أنفسهن والتعامل مع الآثار النفسية نتيجة الصدمات التي عشنها جراء هجوم تنظيم داعش الإرهابي على منطقتهن في قضاء سنجار بالعراق. من مخيم روانكا للاجئين الأيزيديين في مدينة زاخو بإقليم كردستان، تتجه الشابات يومياً لحضور صفوف الملاكمة، فتقول إحدهن إن الإقامة في المخيم تزيد من همومهن، لذا يلجأن إلى صف الملاكمة الذي أقامته جمعية زهرة اللوتس التابعة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين. أعتقد أن هذا هو أحد أهم المشاريع للمرأة الإيزيدية منذ وقوع الإبادة الجماعية، لأنه ساعد كثيراً في تخطي الصدمات النفسية والاكتئاب. عندما أخبرني مديري أننا نود أن نفعل شيئاً مختلفاً يمكن أن يساعد النساء الناجيات من صراع داعش، شعرنا على الفور أنه يمكن أن تكون ملاكمة، وهذا كانت فكرة مؤسسنا أيضا. أزيد عما في تشتكم هكذا عالمي تقابل كل وشنقي وهذا هو أمن السلف الدوري المستمر وأن طالبات تدريب تقل. مرتديات الزي الرسمي للفصل ذي اللون الأسود، تدخل الشابات إلى صالة التدريب ويبدأنا بتنظيف المعدات قبل القيام بإحماء خفيف بالجري حول استوديو صغير حيث تعقد الجلسات، ثم يبدأنا في أداء العديد من اللكمات في مجموعات. رأيي في هذا التدريب هو أنه من الجيد جداً مساعدتنا على الشعور بتحسن نفسياً. نحن معتادون حقاً على القدوم كل يوم ورؤية المدربة نظيفة والمشاركة في هذا التدريب، وعندما لا يحدث ذلك يوماً ما نشعر بالحزن الشديد ولا نعرف ماذا نفعل في منازلنا. التدريب يساعدنا بشكل خاص على الخروج من منازلنا، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا كنساء وفتيات في هذا المخيم، لأن الإقامة في الخيام ليست جيدة بالنسبة لنا، وهذا هو سبب مجيئنا والمشاركة في هذا النوع من التدريب. لقد ساعدنا كثيراً وأعتقد أنه سيساعدنا أكثر. وبالرغم من أن الشابات الأيزيديات لازلنا يتعافين من الصدمات التي عشنها جراء هجمات تنظيم داعش، هاهن أمام خطر النزوح مرة أخرى مع قصف طائرات ومدفعيات النظام التركي المتواصل على المنطقة، حيث استهدفت المدفعية التركية مؤخراً موقعاً بالقرب من مخيم بيرسبي في ناحية دركار شمال زاخو، ما أحدث خوفاً وهلعاً لدى النازحين في المخيم.